نشرة إخبارية جديدة من أورينت نيوز، أهلا بكم. نبدأها بالعناوين. اشتباكات بين ميليشيا القطرجي وميليشيا الفرقة الرابعة في دير الزور. أكثر من 15 قتيلا لميليشيا أسد بهجوم لتنظيم داعش شرق حمص. إسرائيل تطالب مجلس الأمن بضرورة طرد الميليشيات الإيرانية من سوريا. القيادة الإسرائيلية تدعو الجيش إلى الاستعداد لسيناريو عمل أمريكي ضد إيران قبل مغادرة ترامب. خلال يوم واحد روسيا تسجل أكثر من 25 ألف إصابة بكورونا وارتفاع غير مسبوق بعدد الوفيات. أهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة. أفادت شبكات إخبارية محلية بوقوع اشتباكات بين ميليشيا القطرج المدعومة روسيا وميليشيا أسد طائفية في دير الزور، وأضافت أن ميليشيا القطرج سيطرت على معبر بقرص النهري الذي يصل مناطق استيلاء ميليشيات أسد وقسد شرق المحافظة، ولفتت إلى أن الميليشيات تستخدم المعبر لتهريب كميات كبيرة من القمح والشعير فضلا عن تهريب كميات من النفط. وللحديث عن ذلك أكثر ينضم إلينا عبر سكايب الناشط الإعلامي أحمد شبلي من غازي عنتاب. أهلا بك أحمد معنا في هذه النشرة. هل حدثنا عن الاشتباكات التي حدثت في دير الزور سواء ما بين ميليشيا قسد أو بالأحرى ما بين ميليشيا القطرجي والفرقة الرابعة في دير الزور؟ تمام، السلام عليكم وبركاته، تحياتي أستاذ رامي. بالنسبة للاشتباكات، كل مدة تجري اشتباكات في هذه المنطقة للاستيلاء على هذا المعبر، لأن المعبر هذا غني بالتهريب وغني بالتهريب القمح والأموال كثيرة فيه بموجب التهريب من منطقة قسد إلى منطقة النظام، من أغنام، من مخدرات، من حشيش، من نفط، من أي أشياء لا توجد عند النظام. يعني الاشتباكات حصلت وتحصل كل يوم وكل مدة، والقاطرجي يريد أن يسيطر على هذا المعبر لكي يحصل على كمية أكثر من التهريب غير الكميات التي يأتي بها من شرق الفرات، من معبر الهورة الذي يقع جنوب مدينة طبقة. الظاهر بأن الكمية التي تقوم قسد ببيع القاطرجي له في معبر الطبقة إلى مناطق النظام لا تكفي ولا مدينة في مناطق سيطرة النظام، فيحاول الاستيلاء على هذه المنطقة، ومن المتوقع بأنه استولى عليها وأنباء عن قتلى وجرحى بين الطرفين في هذه المنطقة خلال الاشتباكات التي جرت. فالقاطرجي يحاول الهيمنة على كل هذه المنطقة التي تربط ما بين مناطق قسد ومناطق النظام في ريف دير الزور الشرقي بالقرب من معبر بقرص. الاشتباكات جرت وتجري والتهريب شغال ليل نهار في هذه المنطقة، وأخص معبر بقرص. وأيضا في نقطة أستاذ راما لقناة أورينت، أيضا ميليشيا الحرس الدولي الإيراني قامت بالطرد قوات عناصر من النظام على نهر الفرات بمدينة البوكمان شرق دير الزور المقابلة لقرية الباغوس، وقامت بنشر عناصر لها في هذه المنطقة. وشوهد أيضا صواريخ. هل هناك معلومات عن سبب طرد القوات أو العناصر الإيرانية لقوات جيش بشار الأسد من هذه المناطق؟ أستاذ راما، المعابر النهرية أو بما تسمى معابر التهريب يوجد في مناطقها أموال هائلة، مئات آلاف الدولارات في هذه المناطق تأتي من الطرفين إلى الطرف إلى الطرفين. يعني المعبر مهم جدا والمنطقة مهمة جدا، فالنظام ليس له سلطة على إيران وليس حتى له سلطة على القاطرجي، لأن القاطرجي معروف مدعوم من رأس النظام أو رأس النظام بشار الأسد. فالمنطقة مهمة جدا، وأنت تعرفين هذه المنطقة كلها من الميادين إلى دير الزور إلى التبني إلى حدود سوريا العراقية، كل هذه مناطق تهريب، ولكن يوجد مناطق حساسة جدا يجب السيطرة عليها، ويوجد مناطق عادية جدا. يعني حتى أستاذة راما، يعني شهد آلاف الصواريخ أو مئات الصواريخ في مدينة محسن، يعني بالقرب من مدينة محسن بشرق دير الزور تتحضر لتهريب النفط من غرب الفرات إلى شرق الفرات، ولكن مهما هرب لا يستطيع تخطيط مناطقه. ولكن المهم والنقطة المهمة التي نتكلم فيها في نقطة أخيرة هي المعبر، معبر بقرص أهم نقطة الذي يربط بين الشحيل في مناطق قسد وبقرص في مناطق سيطرة الميليشيات الإيرانية
ومن شات النظام، ولكن هذا المعبر مهم جدا للقاطرجي ومهم جدا للتهريب ان كان لاغنام او لمخدرات او حتى لنفط، ولكن المعبر الاساسي الذي يدخل منه النفط لا يكفي الى مناطق النظام، فحاولت القاطرجي الاستيلاء على اكثر من معبر في ارياف دير الزور ليقوموا بجلب اشياء كبيره وكثيره من النفط من مناطق سيطره قسد الى مناطق سيطره النظام. نعم، أحمد شبلي الناشط الإعلامي كنت معنا من غزي عنتبة تركيا، شكرا جزيلا لك. قتل عدد من عناصر ميليشيا أسد وأصيب آخرون إثر هجوم شنه مقاتلون من تنظيم داعش شرق حمص. أقالت شبكات إخبارية أن التنظيم هاجم موقعين لميليشيا أسد في قصر الحلابات ومنطقة صوانة على طريق دمشق بغداد قرب حقل خنيفيس للفوسفات، وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل أكثر من 15 عنصرا للميليشيات إضافة لتدمير أسلحة وذخائر في المنطقة. أكدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا أن أكثر من 110 لاجئات فلسطينيات ما زلن مختفيات قسريا لدى ميليشيا أسد، ولفتت المجموعة إلى أن اللاجئات اعتقلن على بوابات ومداخل المخيمات الفلسطينية والحواجز الأمنية في المدن السورية. ووثقت المجموعة تعرض المعتقلين الفلسطينيين في سجون أسد لكافة أشكال التعذيب والقهر الجسدي والنفسي والاعتداء الجنسي. دعت إسرائيل مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لإخراج الميليشيات الإيرانية من سوريا، ولفت المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان إلى أن نظام أسد يواصل السماح لميليشيات إيران باستخدام أراضيه بما في ذلك المنشآت العسكرية والبنية التحتية لترسيخ وجودها في سوريا، وحذر من استمرار الميليشيات بزرع متفجرات على حدود إسرائيل وما تمثله من تهديد لقوات الأمم المتحدة في المنطقة. كشف تقرير لمنظمة الحقوق والأمن الدولية أن النساء والأطفال البريطانيين الذين تم أسرهم بعد انهيار تنظيم داعش في سوريا محتجزون في ظروف بربرية. بدورها قالت صحيفة الجارديان إن مسؤولي المخابرات البريطانية يدخلون معسكرات الاعتقال بانتظام ويقومون بسحب الجنسيات البريطانية من أعضاء التنظيم، وأكدت أن الظروف داخل المخيمات غير آمنة بشكل أساسي وترقى إلى المعاملة القاسية واللا إنسانية والمهينة. أصدرت القيادة الإسرائيلية تعليمات للجيش بالاستعداد لسيناريو عمل أمريكي ضد إيران قبل أن يغادر الرئيس دونالد ترامب البيت الأبيض. ونقل موقع والا الإسرائيلي عن مسؤولين أمنيين قولهم إن الجيش الإسرائيلي تلقى تعليمات بالاستعداد لسيناريو هجوم أمريكي على إيران، ولفت إلى محادثات أمنية جرت قبل أيام بين الأمريكيين والإسرائيليين تناولت الملف الإيراني والوضع في سوريا ومذكرة تفاهم الأمنية بين إسرائيل والولايات المتحدة. وللحديث حول ذلك أكثر ينضم إلينا عبر الهاتف أحمد مظهر سعد والكاتب الصحفي من غزي عنتاب التركية. أهلا بك أستاذ أحمد معنا في هذه النشرة. بداية، هل حدثنا عن سبب تزايد فرضية الحديث عن ضربة أمريكية لإيران من خلال إسرائيل أو بمشاركة إسرائيل؟ كل التحية لكم وللمستمعين جميعا. الحقيقة أنا أعتقد أن المسألة ما زالت في إطار التفاهم الأمني الأمريكي الإسرائيلي الروسي أيضا بما يتعلق بالوضع في سوريا وإخراج الإيراني من سوريا باتجاه بلاده، لكن أنا لا أتصور حاليا أن هناك إمكانية حتى لو أن ترامب يعني أصبح قاب قوسين أو أدنى من المغادر في البيت الأبيض، ليس هناك إمكانية لحرب أو شن حرب مباشرة على الأراضي الإيرانية من قبل الأمريكان ولا حتى من قبل الإسرائيليين. ما زالت إسرائيل تتابع عملياتها وتتصاعد العمليات يوما تلو يوم في الأراضي السورية ضد الأهداف الإيرانية، حتى قيل أنه تجاوز 250 قتيل إيراني وأيضا للميليشيات المرافقة له
منذ أول العام 2020 وحتى الآن. نعم، لكن لماذا تستبعد هذه الضربة أستاذ أحمد رغم الحديث المتكرر عنها؟ يعني الأمريكان بغض النظر أن إدارة جديدة أو إدارة سابقة، ليس في ذهنهم اليوم المباشرة بشن حرب على إيران، لأنهم ما زالوا يعتقدون أن الإيراني هو مطواع أمرهم وهو أداة من أدوات استفزاز وأيضا بنفس الوقت ابتزاز الخليج العربي برمته، ولذلك لا أعتقد أن الحرب المباشرة هي ضرورية بالنسبة للأمريكي ضد إيران. بينما وحسب تسريبات أيضا ووثائق سربت مؤخرا أن الخميني ومنذ بداية ثورته أو ما سمى ثورة الخميني هو في توافق تام مع الأمريكان والبريطانيين فيما يتعلق بوجوده في المنطقة وعدم تعديه على المصالح الأمريكية وأيضا أمن إسرائيل، فهو الإيراني ليس من الذين يمكن أن يهددوا أمن إسرائيل. نعم، لكن ألا يمكن أن تكون هذه الضربة أستاذ أحمد ضربة خاصة أو مخصصة لشيء معين؟ فالولايات المتحدة أرسلت طائرات B-52 منذ عدة أيام إلى الشرق الأوسط، هل من الممكن أن تستعملها في عملية ما تجاه إيران؟ وليست من الضرورة أيضا أن تكون موجهة إلى أراضي إيرانية، ففي بداية 2020 نحن شاهدنا أن الولايات المتحدة قامت باغتيال قاسم سليماني الإيراني في داخل الأراضي العراقية. نعم، هناك عمليات جراحية تسمى في العسكريتارية الأمريكية، يمكن نعم أن تقوم سواء كان الإسرائيلي القوات الإسرائيلية أو الأمريكية بضربة ما باستهداف ما في الأراضي العراقية أو سوريا وليس أكثر من ذلك. يعني أنا أتحدث هنا أنه لا يمكن أن يتعدى ذلك الحرب مباشرة مع الإيرانيين. نحن شهدنا أنه قتل سليماني لم يؤدي إلى شيء آخر لأنه خارج الإطار الأراضي الإيرانية، وطبعا كان حجة وذريعة لدى الإيرانيين حتى لا يباشروا حربا ما ضد الأهداف الأمريكية، لأنهم ليسوا بوارد أن يتورطوا أقصد الإيرانيين بحرب مع الأمريكان، وأيضا الأمريكان يدركون أن مصلحتهم أيضا لا تقتضي بالضرورة الحرب المباشرة مع. نعم، لكن أستاذ أحمد كان هنالك عملية اغتيال منذ فترة قصيرة لأحد كوادر تنظيم القاعدة داخل الأراضي الإيرانية رغم نفي إيران وقوع مثل هذه العملية، وكان القيام بها من خلال إسرائيل. العمليات الاغتيال هنا أو هناك يعني والتي لا يعترف بها لا الإسرائيلي ولا الأمريكي وما شابه ذلك، يعني تبقى في إطار العمل السري الذي تقوم به المخابرات هنا أو هناك من أجل مصالح واستمرار مصالح للدولة الفلانية أو الفلانية. ليست هذه حرب، لأنه عندما لا يعلن عنها ليست حرب. يعني نحن نشهد في الأراضي السورية أن إسرائيل تعلن الفترة الأخيرة المسألتين أو الاستهدافين الأخيرين في جولان وفي جنوب دمشق، أعلنت إسرائيل أنها هدفتهم، وبالتالي أنها هناك ما يهدد مصالحها من خلال ميليشيات معينة موجودة في القناطرة أدت إلى الضرب، وهذه الضربة الكبرى التي استهدفت هؤلاء الذين تعتبرهم إسرائيل يهددون أمنها. لذلك أعتقد أن المسألة لن تتوسع أكثر من ذلك، وإنما عمليات جراحية نعم، استهدافات بين الفينة والأخرى وهي مستمرة وتتصاعد من خلال الأداة الإسرائيلية وطبعا بالتنسيق والتعاون مع الأمريكان. يعني كل العمليات التي جرت في سوريا ليست بعيدة عن التعاون والتنسيق الأمني والمساعدة من قبل الأمريكان. نعم، الكاتب الصحفي أحمد مظهر سعد كنت معنا من غزة عنتبة تركيا، شكرا جزيلا لك. طالب الرئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب أنصاره بالعمل على قلب نتيجة الانتخابات، وأصدر ترامب عفوا عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين المداني بالكذب على المحققين في قضية التدخل الروسي في انتخابات 2016. في المقابل حث رئيس المنتخب جو بايدن الأمريكيين على إنهاء موسم الانقسام. سجلت روسيا أكثر من 25 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم واحد، وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار الفيروس أن أكثر من 520 حالة وفاة أو توفيت خلال 24 ساعة الماضية. ولفتت إلى أن أغلب الإصابات توزعت في ضواحي العاصمة موسكو ومدينة سان بطرسبرغ.
وفي ختام هذه النشرة مشاهدينا نشكركم على حسن المتابعة. يمكنكم أيضا متابعة مزيد من الأخبار على orient-news.net. نلقاكم في نشرات أخرى. إلى اللقاء.